سلام الله عليكم. عندنا هذا الأخ شفاه الله عنده مرض الغرغرينة، طبعا قد راح لعند أكثر من 3 دكاترة يقولوا له بترك الرجل الآن. قال أنا جالس هكذا أكثر ما يقارب من 3 سنوات ولي أعاني، يعني قد رجله متورمة وكذا. في دكتور قال له يعني بول علاج، يعني على سبيل إنه يسافر صنعاء. الرجل الآن لا يقدر يمشي ولا يتحرك بسبب الوجع اللي برجله، وكيف يخرج منه دم ومجر. طبعا عنده 11 طفل، كان يشتغل الآن باحث مصدر رزقه والان عاطل عن عمله. يعني تخيل اي واحد منا لما يكون عنده كوم 11 يعني ولد او بنت بداخل البيت، وهو يعني الكل بالكل البيت الان عاطل عن العمل، فوق هذا مرض. انا اتمنى يعني اذا في فعل خير يعني يتفاعلوا معه، على سبيل الرجال يسافر الى صنعاء، لانه اذا والعياذ بالله ما تدارك شغله فسوف تقطع. اتمنى انه كل من يعني اب او ام يعني يدير الرحمه والشفقه على هذا، على سبيل يبقي من اجل عياله يشتغل عليهم. وجزاكم الله الخير.